يعني الاولاد والبنات كلنا نازلين مع بعض نتسوق ونشوف ايش بده هذا وايش بده هذا بشكل جماعي وتجربه جديده علينا يعني يعني بكون كل شيء عليه تخفيضات وتنزيلات يعني فرصه ان الواحد يتسوق بشكل جماعي مع العائله بكون مع ابوي وامي واخواني واحبابي بنطلع مع بعض بنتسوق عشان نشوف اشياء جديده وعروض حلوه يعني للجماعه كلياتها. رايح اتسوق في بلاك فرايدي عشان التخفيضات منيحه والاشياء وطالع مع اصحابي. بتروحي وبتاخذي عيل يعني باخذ انا عيلتي وكل شيء وبروح معاهم وبلاقي مثلا الجاكيت قديش هذا؟ بتحكي لي 50 دينار، طب ما هو اول كان 50 دينار. جونا بيبليستي على الواتساب وعلى على الفيسبوك انستغرام فقلنا نعمل فيزيت هنا في عمان وفي نفس الوقت نتسوق نعمل شوبينج. لحالك ولا معك؟ لا اي فريند اصدقاء احنا من المغرب. نشتري اواعي وهيك يعني ونشوف في اشياء. اكيد لازم انزل بشكل جماعي مع الاولاد وهيك نمشيهم، حلو البلد يعني تشوف ناس وبتتمشى فيها، محلات حلوه كثير، شغلات حلوه. لانه من اسمه بلاك فرايداي يعني بكون في تنزيلات كثير منيحه وبحب اتسوق بالبلد كثير، بكون في كثير اسعار ممتازه يعني بلاك فرايداي. اكيد طبعا لازم الكل احلى.